نقترب من أحلامنا بالسعي نحوها بكل السبل، نشق طريقنا بجهد وصبر وتعلم، وهكذا نصعد سلم آفاقنا خطوة خطوة. خلال الأعوام من 2011 إلى 2021 تم تدريب أكثر من 10,000 متدرب ومتدربة في مجالات مختلفة شملت إدارة الأنظمة، الخدمات السحابية، تطوير المحتوى الرقمي، الشبكات، تقنيات الجيل الخامس وأمن المعلومات، وتقنيات الواقع الافتراضي وتطبيقات الهواتف. وتأتي اليوم مبادرة مكين لتكون سلماً للارتقاء نحو أحلامك، وطريقاً يقودك للتمكن من التقنيات المتقدمة، ودرجة درجة نحو المكانة الرفيعة في المجال الرقمي. فبمهارات المستقبل تتحقق أهداف الاقتصاد الرقمي. تمنحك مبادرة مكين فرصاً عديدة للتمكين من خلال منصة إلكترونية للتدريب والوصول للكفاءات المؤهلة، تتيح للمتدربين التسجيل والالتحاق ببرامج تدريب وتأهيل إلكترونية متقدمة، معسكرات تقنية في البرمجة والتقنيات المتقدمة كالذكاء الاصطناعي وهندسة البرمجيات وعلوم البيانات وتطوير التطبيقات الهاتفية والمواقع الإلكترونية. مسار للحصول على شهادات مصغرة في المهارات الرقمية المتقدمة. مسار تدريبي في البرامج الاحترافية. دعم الشهادات المهنية التقنية. المنافسات الرقمية. وترتبط مبادرة مكين بشراكات مع مجموعة من المؤسسات التدريبية المحلية والدولية الرائدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. سارع نحو طموحك وانضم لمبادرة مكين، وكن أحد 10,000 عماني المستهدف تطوير مهاراتهم الرقمية بحلول عام 2025.